بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد مصطفى، معالج نفسي. أنا اتشرفت اليوم ان انا شاركت في الحملة الخاصة بالتوعية بالاضطرابات النفسية. بشكر الشيخة حصة على مجهودها وعلى جهودها الواضحة جدا في هذا الامر. الحملة مستمرة، ويعتبر هذا اللقاء الثالث خاصة بالتوعية بالاضطرابات النفسية، وخاصة بتعريف المجتمع معنى الاضطراب النفسي، وازاي ممكن نقدر نفهم ان ده مضطرب نفسيا او ده مش مضطرب نفسيا، ايه اللي ممكن نعمله مع الشخص المضطرب نفسيا. تعتبر عمليه التثقيف والتوعيه النفسيه اول مراحل مواجهه الاضطرابات النفسيه، وده الخط الدفاع الاول في مجال الوقايه من الاضطرابات النفسيه. احنا بنلاقي صعوبه في فهم المجتمع او فهم الاشخاص بمفهوم المرض النفسي، وامتى يعرفوا ان هذا الشخص مريض نفسيا مش بيعاني من شيء تاني. بنعاني من احيانا اساءه فهم او اساءه تفسير الأعراض النفسية لأسباب أخرى كثيرة جدا، وده شوية بيقلل من قدرتنا على التعامل مع المرضى النفسيين، وبيقلل من احتمالية الشفاء السريع لهؤلاء المرضى. كذلك بنعاني من الوصمة أو الصورة السلبية للمريض النفسي لدى المجتمع. كل هذه الأشياء كان لابد أن احنا نطرحها ونثقف بها المجتمع كخطوة أولى وأساسية جدا في عملية العلاج النفسي وعملية الوقاية من المشكلة النفسية بطريقة ما. كان مهم ان احنا نعرف يعني ايه مرض نفسي، امتى الشخص يعرف انه محتاج يراجع متخصص، امتى الشخص يعرف انه محتاج دواء نفسي. غيرنا الصوره او المفهوم الخاطئ عن الدواء النفسي اللي ممكن يكون موجوده كتير عند اشخاص. عرفنا ايه اشكال العلاج النفسي والسلوكي اللي ممكن تكون ملائمه للاضطرابات النفسيه. كان الكلام اليوم تحديدا عن الاكتئاب، عرفناه وعرفنا اشكاله وانواعه، عرفنا انواع الاكتئاب اللي ممكن تصيب فئات معينه زي النساء أو تصيب كبار السن بطريقة ما، عرفنا الأعراض وساهمنا في بعض بدرجة ما إن احنا نحاول نغير الصورة للاكتئاب لدى قطاع كبير من الشعب. أشكر المنظمين وأتمنى إن شاء الله رب العالمين دوم التوفيق لهم ومشاركة في اللقاءات القادمة. شكرا.